أعرب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس جرونبرغ عن أمله في أن تنخرط الأطراف المعنية بالأزمة اليمنية في مناقشات جدية وصريحة للاتفاق على إطلاق سراح أكبر عدد ممكن من المحتجزين. وحث المبعوث الأممي في بيان قبيل الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ الاتفاق تبادل المحتجزين في سويسرا، حث الأطراف على الوفاء بما اتفقوا على الالتزام به تجاه بعضهم البعض وتجاه الآلاف من الأسر اليمنية التي طال انتظارها والعودة ولعودة ذويها. وينعقد الاجتماع السابع للجنة الإشرافية لتنفيذ اتفاق تبادل المحتجزين ابتداء من اليوم في سويسرا. ويترأس الاجتماع مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن بالمشاركة مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وعضوية الأطراف أطراف النزاع في اليمن. إذن هذه الأجواء، أجواء هذا الاجتماع، الاجتماع الذي سيعقد في سويسرا اليوم لبحث قضية المحتجزين في اليمن وبحضور كافة الأطراف أو ممثلي الأطراف اليمنية برعاية المبعوث الأممي للأممي إلى اليمن، خاصة وأن هذا الاتفاق منذ سنوات لم ينفذ على أرض الواقع. الآن ينضم لنا من صنعاء مراسلنا خليل القاهري. أهلا بك خليل. إذن الاجتماع السابع لهذه اللجنة يبدأ اجتماعاته في سويسرا هذا اليوم، هل الأجواء في اليمن على الأرض مهيئة ربما لنجاح هذا الاجتماع؟ نعم يحيى، هذا هو أو هذه هي الجزئية المهمة من هذا المشهد الواردة في سؤالك. يعني انعقدت جولات سابقة في أكثر من عاصمة عربية وعالمية، حتى في سويسرا وفي عمان وفي الكويت وفي عدد من البلدان بشأن ملف الأسرى والمعتقلين والمحتجزين والمخفيين، لكن هذه الاجتماعات كلها كانت تبوء بالفشل في اللحظات الأخيرة. كان قد تم الاتفاق يعني إلى درجات متقدمة جدا لإطلاق الأسرى والمعتقلين، ولكن في اللحظات الأخيرة وكما يقال يعني في التفاصيل تمت الخلافات بشكل كبير، نظرا للخلافات بين الأطراف اليمنية حول بعض الأسماء وبعض القوائم للأسرى والمعتقلين لدى كل طرف. الجانب الحكومي يطالب بإطلاق الأسرى والمعتقلين بشكل كامل، وجماعة أنصار الله تقول أيضا بشكل كامل، ولكن هناك بعض القوائم وبعض الأسماء يتم الخلاف حولها، وبينها أيضا المشمولون بقرار مجلس الأمن، منهم وزير الدفاع السابق محمود الصبيحي وآخرون. وبالتالي في اللحظات الأخيرة كان يكتب الفشل للأسف لهذه المفاوضات، رغم التفاؤل الكبير الذي كان يكتنف إن صح التعبير مثل هذه الجولات التي انعقدت أكثر من مرة. لكن بالمقابل أيضا اليمنيون استنادا إلى حالات الفشل هذه أو جولات الفشل هذه لم يعودوا يعولون كثيرا هذه المرة بانعقاد هذه الجولة بشأن ملف الأسرى والمعتقلين، خاصة وأن العشرات منهم أو المئات لدى الطرفين مرت عليهم سنوات من السجن لدى كل طرف، وكل طرف في الحقيقة يتهم الطرف الآخر بأنه الذي يتسبب في عرقلة إطلاق الأسرى والمعتقلين. تقول جماعة أنصار الله بأن الطرف الآخر أمره لم يعد بيده ولا يعد يمتلك التصرف الكامل بشأن القوائم وموضوع الأسرى والمعتقلين، والطرف الآخر يقول بأن الجماعة أو يتهم الجماعة بأنها يعني معظم الأسرى في سجونها من الذين تم اختطافهم من مقر أعمالهم ومن الشوارع، وبالتالي هذه التفاصيل دائما تتسبب في اللحظات النهائية والأخيرة بفشل هذه الجولات. لكن هذه المرة يأمر اليمنيون أنه بالتزامن ربما مع عودة العلاقات الإيرانية السعودية وبعض المشهد المتغير في المنطقة العربية بنجاح هذه الجولة. أشكرك جزيلا مراسلنا خليل القاهري من صنعاء.